مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من راي عام، وبعتذر لحضراتكم لعدم ظهور البرنامج امبارح بسبب وعكه صحيه طارئه تم تجاوزها بحمد الله. وبهذه المناسبه بتقدم باعتذاري الشديد لضيوفي اللي شرفوني امبارح في الاستوديو قبل الحلقه، وطبعا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، ساره اللواء عبد الحميد خليفه احد ابطال اكتوبر ابطال الصاعقه، وطبعا هو والاستاذ ابراهيم حجازي من ابطال حرب اكتوبر، ايضا الاستاذ احمد زايد مسؤول عن مجموعه 73 مؤرخين، بعتذر ليهم اعتذارا شديدا. زي النهارده من 46 سنه كانوا المصريين والعرب بيعيشوا احلى فتراتهم احلى ايامهم، كانت معركه الشرف والكرامه مستمره. هذه المعركة اللي بدأت في اليوم السابق اللي هو يوم 6 أكتوبر، ودايما بنقول ما بعد 6 أكتوبر ليس كما قبله. دايما بنقول أنه في حياة الشعوب والأمم أيام وطنية وأحداث تاريخية لا تقبل الجدل ولا الاختلاف. في أمريكا مثلا بنقول أنه كل الأمريكان سواء المنتمين للحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي أو من غير المنتمين لأي من الحزبين الكبيرين بيحتفلوا كل عام في 4 يوليو بعيد الاستقلال أو يوم الاستقلال، احتفال مستمر من سنة 1776. في فرنسا أيضا كل الفرنسيين بيحتفلوا بالعيد الوطني أو يوم الباستيل اللي هو ذكرى الاستيلاء على سجن الباستيل الشهير، ده بيكون في يوم 4 يوليو والاحتفال ده مستمر من سنة 1776. في روسيا كل الروس بيحتفلوا بعيد النصر، وده بيناسب أو بيوافق 9 مايو من كل عام، احتفالات مستمرة من سنة 1945 لما انتصر الجيش الأحمر جيش الاتحاد السوفيتي على جيش هتلر جيش النازية، ورفع العلم السوفيتي في برلين. طبعا الروس إلى هذه اللحظة بيحتفلوا بهذا اليوم عيد النصر، رغم أنه البلد اللي انتصر لم يعد له وجود على الخريطة، يعني الاتحاد السوفيتي انهار سنة 1991، وما زال الروس بيقدسوا هذا اليوم وبيحيوا ذكراه بشكل رسمي وبشكل شعبي. كل هذه الدول تغيرت فيها الأنظمة وتغيرت فيها الحكومات، لكن تجتمع الشعوب شعوب هذه الدول على كلمة سواء للاحتفال ولتقديس هذه الأيام التاريخية. مناسبة هذا الكلام، أنا بستغرب جدا موقف جماعة الإخوان المسلمين من نصر أكتوبر وتشكيك الإعلام الإخواني والإعلاميين الإخوانيين والنشطاء الإخوانيين في هذا النصر، تشكيك مقزز وتشكيك ينم عن يعني أمراض، ربما أمراض نفسية. ناس مستمرة، هؤلاء مستمرون في إهانة آلاف الأسر المصرية التي قدمت أبنائها شهداء في معركة الشرف والكرامة في معركة أكتوبر المجيدة. أنا معايا دلوقتي على التليفون الأستاذ الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. طبعا وإبراهيم حجازي غني عن التعريف. أستاذ إبراهيم مساء الخير، وكل سنة وحضرتك بألف خير، وأنا بعتذر جدا على اللي حصل امبارح. مساء الخير، والحمد لله على سلامتك انت، ويعني وهوشتنا عليك امبارح يا عمرو الحقيقه، انما الحمد لله على سلامتك. الله يخليك، ربنا ما يحطك ابدا في اي بيئه يا رب. ربنا يخليك. كل سنه ومشاهدينك بخير، وكل سنه ومصر كلها بخير. وعايز بس اقول احنا يعني عايزين ايه، نفضلنا شويه نسيبك بقى من حكايه الاخوان دولت، لان دولت يعني ما فيش الكلام ده كله. وعايز اقول بس للناس اللي بتشكك ديت كلها، يعني انتوا بتشككوا في ايه؟ يعني انا عايز اسال بتشككوا في ايه؟ يعني انا النهارده كل العالم قبل حرب اكتوبر قال ان اقتحام المنع المائي ده امر مستحيل، اقتحمناه. قالوا طب ده في سد ترابي وزعناه. لا، قالوا ده خط بارليف، ده خط بارليف يا عمرو 31 نقطه قويه. احنا يوم 13 اكتوبر، يعني يوم 13 اكتوبر من 6 اكتوبر يعني بعد 7 ايام، احنا كنا موقعين 30 نقطه. ده
30 نقطة من أقوى خط دفاعي في العالم، ده دي الحرب لوحديها على فكرة، والله العظيم دي حرب لوحديها. صحيح. إنك تستولي على 30 نقطة من خط برميس في 7 أيام، ده شيء من ورا الدماغ. إنما هنعمل إيه؟ هم ربنا يهديهم ويهدي الجميع يعني، وهم مش هيسيبوا ولا هيتنيلوا. إنما بس خلينا إحنا في الأول في حرب أكتوبر. بس أنا عايز أقول لعمر، نفسي يعني نفسي تبتدي يعني وتاكل مبادرة من برنامجك، يعني إحنا ما تيجي السنه دي بقى نقول ان حرب اكتوبر بقى ايه، ما هيش لا فيلم ولا اغنيه، والاحتفال باكتوبر مش بكلمتين ونعمل. احنا الاحتفال باكتوبر ان احنا نتذكر البطل الحقيقي في الحرب دي اللي هو شعب مصر. صحيح. شعب مصر اللي كان في الفتره من 67 73 عمل حاجات غريبه جدا ما تتعملش. محتاجينك يا الشعب العظيم، محتاجينك دلوقتي، لان احنا في نفس الزنقه دلوقتي وفي نفس الظروف الصعبه دلوقتي. الوقفه بتاع شعب مصر اللي عملها من 67 73 تدرس، احنا نسيناها ما نقدرش نعملها، لا نقدر نعملها. على سبيل المثال لا الحصر، شعب مصر قدم من ولاده 1,000,000 لجيش مصر، الجيش كان 300,000 في 67 73 احنا كنا 1,300,000، المليون دول كان تقريبا ما فيش عشرة الا ما كان فيه حد في الجيش. اغلى ما يملك شعب مصر قدمه لجيش مصر. وبالمناسبه يا استاذ عمرو، ما فيش حاجه اسمها الجيش والشعب ايد واحده، الجيش والشعب حاجه واحده، لان الجيش ده ابن الشعب ده يعني. فاحنا عايزين بقى من الشعب الوقفه بتاعته اللي كان واقفها في ظهر جيشه في الفتره دي، ودي وقفه عظيمه جدا. بمعنى يعني انت يا الشعب العظيم، انت في الفتره دي تنازلت عن كل الرفاهيات وربطت على بطنك حزام حديد. محتاجين ده دلوقتي، محتاجين دلوقتي بدل لما تخش السوبر ماركت تلاقي 100 نوع جبنه. احنا اياميها ايام ما كنا في 73 والفتره ديت كان ما كانش الا جبنه البيضة وجبنه نستو. محتاجين دلوقتي كل حاجه عملها الشعب العظيم، محتاجينها دلوقتي يا عمرو، وهو ده اللي عايزين ناخده من اكتوبر. الوعي اللي كان موجود عايزين نستدعيه تاني. نقدر نستدعيه، نقدر الشعب يقدر يعمل ده، يعمل اكتر من ده. محتاجين ده في الفتره دي قوي قوي، وده يبقى اعظم احتفال بحرب اكتوبر. صحيح. انا يعني للاسف يعني ما امبارح علشان الظروف اللي قلت عنها ما تقابلناش يا استاذ ابراهيم، لكن لو تقابلنا كنت هسالك امبارح انت كنت بتعمل ايه يوم 6 اكتوبر، النهارده 7 اكتوبر، كنت بتعمل ايه يوم 7 اكتوبر في 73؟ احنا في اللي هو المظلات اللي انا كنت فيه ده كان احتياطي التعبوي. احنا ابتدينا في الفتره من 5 و6 و7، انما احنا ابتدينا على 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 8 اكتوبر نخش على مناطق معينه كان لازم نخشها، علشان كان ابتدى يحصل حاجات معينه لغايه ما دي الوقفه الكبيره بتاعتنا. احنا في الفتره دي كلها، احنا في الفتره اللي حضرتك كنت بتكلم عليها دي كنا في قرب الاسماعيليه في حته اسمها وادي العشره. كنا في الغرب، ما كناش في الشرق. انما احنا الشغل بتاعنا بدا حقيقه بعد 22 اكتوبر، في الفتره من 22 اكتوبر لغايه الاسبوع الاول من يناير، في القوات اللي هي كانت بتاعه الثغره والمحاصره للثغره. وبمناسبه الثغره دي، يا ريت يا استاذ عمرو تتعمل اكثر من حلقه واكثر من موضوع، وفي ناس كتير هتقدر تكلم حضرتك في هذا الموضوع، لان المرضى اللي عندهم مرض في قلبهم وفي عقولهم بره، قبل ما تقولوا الكلام ده ما يعملوش. عايز بس اقول على حاجه واحده بس، الصهاينه لم يحدث ان هم احتلوا متر ارض واحد من 48 لغايه اللحظه اللي احنا فيها ده، وسابوه وانسحبوا منه وعملوا. الصهاينه لما دخلوا في الثغره المسافة الشريط اللي كان 60 أو 70 كيلو بعرض متوسطه 10 كيلو ليه في يناير سابوه؟ بل سابوا سينا كلها. ليه سابوها؟ لحاجة واحدة بس، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم إن هم كانوا هيدفنوا في الحتة دي كلها كلهم، لأن هم كانت في الثغرة اتورطوا، كانت ورطة سودة ليهم، وعشان كده أمريكا استموتت إنها تطلعهم من هذا الكلام. الثغرة دي حاجة مهمة، والثغرة حاجة عظيمة جدا. يوم 7 أكتوبر اللي حضرتك بتتكلم عليه، لا أقدر أقول لك من علم القوات اللي كانت موجودة 7 أكتوبر. إحنا كان في يوم 7 أكتوبر إحنا تقريبا كنا موقعين 9 نقط قوية ومحتليناهم. في 7 أكتوبر كان فؤاد عزيز غالي قائد الفرقة 18
كان استولى يوم 7 اكتوبر فعلا على الانطره، وده كان اعظم انتصار حصل في الفتره دي، لان الانطره كانت بالنسبه لينا هي اللي ماسكه المحور اللي بيودي على اسرائيل كله. صحيح. والانطره كانت محميه بثمان نقط قويه. وقائد عزيز غالي، وده جنرال جامد جدا جامد جدا جدا جدا، استولوا عملوا ملحمه عشان يخش الانطره اللي كان عليها حمايه. في 7 اكتوبر احنا بنتكلم كان تقريبا حوالي 90,000 مقاتل مولودين في سيناء. في 7 اكتوبر كانت رؤوس الكباري وصلت لحوالي 10 ل 12 كيلو. في 7 اكتوبر ما كانش في دبابه واحده قدرت لاسرائيل انها تطلعها على المصاصب اللي كانت عاملاها على الساتر الترابي 100 مصطبه. في 7 اكتوبر كان في حاجات كانت استدت البشائر، وكنا منتظرين بقى الهجوم المضاد اللي امريكا وقفت ساعه، عقارب الساعه كلها وقفتها عشان الهجوم المضاد اللي كانوا عاملوه 8 اكتوبر، لانهم كانوا متخيلين في 8 اكتوبر على اخر النهار هيحتلوا الاسماعيليه والسويس. طبعا ده ما حصلش، واتوكس وكسه وكسه منيله بنيله، واللي حصل احنا الانتصار يعني. كل الحمد سنه لله. كل سنه وحضرتك بالف خير. الله يسلمك. سعيد جدا بسماع صوتك والله يا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا الكاتب الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، احد ابطال حرب اكتوبر المجيده. طبعا ملايين المصريين امبارح رجعوا الى عاده كانت عاده رائعه، وعاده يعني قديمه تكاد تكون انها اختفت، عاده انك انت تتلم مع افراد الاسره امام شاشه التلفزيون. المصريين امبارح اتفرجوا على فيلم الممر، فيلم الممر اللي يمكن برهن على انه مقوله الجمهور عايز كده مش دايما صحيحه، لا الجمهور عايز أفلام وطنية، أفلام تاريخية، أفلام تمجد وتجسد بطولات الشعب المصري والجيش المصري. في كلام كتير عن الفيلم، في انتقادات للحوار، في انتقادات لشخصية المراسل العسكري. كان شرف ليا لأن دي كانت أول مرة أشتغل مع الأستاذ شريف عرفة، وده كان حلم يعني أنا أشتغل مع مخرج كبير بحجم الأستاذ شريف عرفة. فده بصراحة يعني جايزة كبيرة أنا بسميها، هي بداية ميلاد ليا في السينما بشكل عام يعني. خاصة أنه يعني الدور كان دور صعب، دور أبو رجيبة اللي هو الشاب السيناوي اللي ساعد الكتيبة. ناس كتير جدا طبعا استغربوا من يعني كان يهمني أن احنا نوصل للمرحلة دي، أن نكون عاملين اللهجة بشكل كويس، وفي نفس الوقت كان صعوبة فكرة اللهجة البدوية هي لهجة صعبة جدا الفهم على الناس طبعا. فكان الصعوبة ازاي ان احنا نجيب الحوار الصحيح اللي بيتكلموا بيه اهل سيناء، وفي نفس الوقت يتناسب مع ان المتفرج في اي مكان يقدر يستوعب ويقدر بشكل عام. هي حالة تفرح صحيح يعني، لما ردود افعال بصدق شديد جدا، ده مش امور هقولها لحضرتك مثلا على سبيل ان احنا بنعمل دعايه للفيلم، الفيلم اتعرض في التلفزيون وكل مشاهد عنده حريه ان هو يتفرج او ما يتفرجش علشان نبقى واقعيين ومنطقيين، ولكن ان الفيلم يكون بيتعرض على القهاوي والفيلم يكون بيتعرض في البيوت، فتمشي وانت في الشوارع سامع صوت التلفزيونات، احلى مشرف فنيا ومشرف لمصر بشكل مصر. ده يعني حافز لاي منتج بعد كده ان هو يعمل ده. ولكن الاعمال دي يا استاذ عمرو لانها اعمال صعبه جدا، وعلشان توصل بيها للحقيقيه لازم يكون في دعم من الدوله. فانا كل ما اتمناه طبعا ان يكون في دعم من الدوله، مش هنقول كل سنه دكتور، هنقول كل هلو قطع الاتصال. لا بس انا يعني متاكد وموقن انه الفنان الجميل محمد جمعه اللي شفناه في ادوار كوميديه وابدع في هذا الدور في فيلم الممر، متاكد انه مش هينسى اللهجه السيناويه خالص. انا بشكر محمد جمعه شكرا جزيلا. طبعا حضراتكم فاكرين عم ضيا محمد جمعه كله رايح. شكرا جزيلا. طيب النهارده ذكرى الفنان والملحن والموسيقار الكبير بليغ حمدي. بنتذكر ميلاد بليغ حمدي النهارده 7 اكتوبر سنه 1937، لانه بليغ حمدي من الناس اللي قدمت اعمال فنيه واغاني ستبقى الى الابد. لازلنا ان احنا بنسمع
أغاني بليغ حمدي، لازلنا بنردد على الربابة، لازلنا بنسمع أغنية فدائي، أغنية بسم الله، أغاني رائعة جميلة جدا قدمها بليغ حمدي. لكن من 46 سنة وبينما كانت بيانات النصر بتصدح في الأجواء المصرية، قرر الملحن العظيم الراحل بليغ حمدي أنه يشارك بأغنية لانتصار الجيش المصري في 73. ساعتها كلم الشاعر الراحل العظيم عبد الرحيم منصور، واستوحى البداية من كلمات الناس اللي كانت في الشوارع بتهتف الله أكبر وبسم الله، وجاءت هذه الأغنية الرائعة، يعني مفيش كلام يصف هذه الأغنية. قرر بليغ أن يروح مبنى التلفزيون، يروح ماسبيرو عشان يعمل الأغنية، لكن الأمن في ماسبيرو منعوا من الدخول، قالوا له أنه البلد في حالة حرب ومش ناقصاك. لكن طبعا بليغ لم يستسلم، وهدد أنه هيروح اسم الشرطة يعمل محضر لمدير ماسبيرو، لغاية لما تم السماح بالفعل لبليغ حمدي بدخول المبنى العريق. في اللحظات دي ما كانش فيه كورال، ما كانش فيه الكورال اللي هو بيردد كلمات الأغنية. عمل إيه بليغ حمدي؟ جمع الموظفين اللي كانوا موجودين في المبنى ساعتها وعملهم كورال، وعمل الأغنية اللي انتشرت انتشار كبير. يعني هذه الأغنية بتهز مشاعر الجميع عندما يستمع إليها. رحم الله الملحن العظيم بليغ حمدي، لأن احنا النهاردة بنحتفل بعيد ميلاده 7 أكتوبر، اتولد سنة 1937، توفي سنة 1993. نسمع جزء من بليغ حمدي. الأغاني الرائعة أغنية بسم الله ونشيد بسم الله نستمع ليه من 46 سنة لغاية الآن، وسنظل نستمع ليه إلى الأبد. نكمل أخبارنا. والنهاردة كان في لقاءات مهمة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاء جمعه برئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد. هذا اللقاء حضره دكتور عز الدين أبو ستيت، دكتورة سحر نصر، عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة والإصلاح الأراضي، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. السفير بسام راضي قال في بيان أنه الرئيس أعرب عن تقدير مصر للدعم الذي يقدمه الصندوق للمشروعات التنموية في مصر على مدار عقود، باعتبار الصندوق شريكا استراتيجيا هاماً يساعد الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التي تتعلق بالقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشي للأسر بالمناطق النائية. لقاء مهم آخر أجراه عقده الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
المتجددة. الاجتماع جاء في إطار متابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء، وذلك في إطار تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية. سيد رئيس أمر بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خصوصا في ضوء ما تحقق من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام. أنا بقرأ من البيان اللي أصدره سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. النهاردة حصل تطور مهم جدا على صعيد الأزمة السورية. النهاردة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان للقيام بعملية عسكرية في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد. كان حصل في اتصال هاتفي جمع الرئيسين ترامب وأردوغان، واتفقا في النهاية على منح الضوء الأخضر لأردوغان لكي يقوم بعملية عسكرية في شمال سوريا. طبعا المقاتلين الأكراد حاربوا إلى جانب القوات الأمريكية اللي موجودة هناك، حاربوا داعش منذ فترة طويلة، ومع ذلك حسابات البيت الأبيض، حسابات الرئيس ترامب اتغيرت. النهاردة ترامب عمل مجموعة من التغريدات، وإحنا تعودنا أنه الرئيس الأمريكي بيعلن عن مواقف إدارته عن طريق تغريدات أو هكذا، يعني الغالب الأعم. ترامب بيقول أن الأكراد قاتلوا معنا لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وأسلحة هائلة للقيام بذلك، أنهم يقاتلون تركيا منذ عقود. أيضا بيقول أنه يتعين على تركيا، بيقول أنه كان من المفترض أن تكون الولايات المتحدة في سوريا لمدة 30 يوم، وكان ذلك قبل سنوات عديدة. بقينا أعتقد وأصبحنا أعمق وأعمق في المعركة بدون هدف في الأفق. عندما وصلت إلى الحكم كان داعش متفشي في المنطقة كلها، والآن هزمنا وهزمنا داعش يعني وبسرعة 100% يعني من داعش، يعني ترجمة حرفية. طيب بيقول أيضا أنه يتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع. خلاص يعني إحنا سحبنا إيدينا وعلى هذه الأطراف كلها أنها تسوي الموضوع بنفسها. بيقول أيضا أنا انتخبت علشان إخراج الجنود الأمريكيين من الحروب، إخراج أمريكا من تلك الحروب التي يعمل جيشنا العظيم كشرطي لخدمة أناس لا يحبون الولايات المتحدة. طبعا كلام مهم جدا وكلام خطير جدا وتطور بالغ الخطورة. ماذا سيحدث في شمال سوريا؟ ده السؤال. طيب في حوالي عدة آلاف من مقاتلي داعش أسرى في يد حاجة اسمها قوات سوريا الديمقراطية، الاختصار بتاعها قسد. قوات سوريا الديمقراطية اللي هم مقاتلين أكراد ممكن يعملوا إيه دلوقتي؟ ممكن يطلقوا سراح هؤلاء المقاتلين الدواعش انتقاما من ترامب، لأنه ترامب تخلى عن الأكراد. الآن هم أي الأكراد مسيطرين على المنطقة اللي فيها أسرى داعش. أردوغان مش مهتم دلوقتي أنه يحارب داعش، هو مهتم أنه يحارب الأكراد لأنه عايز يأمن نفسه، هكذا يقول، عاوز يأمن أمنه الوطني. طيب دي هي المعضلة أو دي هي المشكلة اللي قد تمس بلدان أخرى منها مصر. هتسألوني إزاي؟ هقول لكم أنه هؤلاء الدواعش لو تم إطلاق سراحهم هيتوجهوا إلى دول أخرى قد يكون من بينها مصر لا قدر الله. خلونا نسأل الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هل يتفق مع هذا الرأي أم لا؟ دكتور خالد أولا مساء الخير وكل سنة وحضرتك بألف خير. والد حضرتك كان أحد أبطال هذه الحرب المجيدة، كل سنة وحضرتك بألف خير. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ عمرو، أشكرك شكرا جزيلا، وكل مصر وكل نصر وكل مصر بخير إن شاء الله، وكل الشهداء وأبطال حرب أكتوبر بألف خير وعافية وصحة يا رب بإذن الله. سؤالي دكتور، هل يمكن أن ينتقل هؤلاء الدواعش إذا ما تم إطلاق سراحهم نكاية في ترامب؟ طبعا قوات سوريا الديمقراطية تسيطر عليهم في محافظة الرقة، هل يمكن أن ينتقلوا إلى بلدان أخرى من بينها ليبيا ومصر زي ما بتقول التقارير؟
يعني هذا السيناريو هو احد السيناريوهات المطروحه بالفعل، ويعني شيء شديد الخطوره مساله احتماليه تشظي وانتقالات سريعه من قبل عناصر داعش الى مناطق مجاوره، الى دول ربما نكون مصر تكون احدى هذه الدول، دول المنطقه جميعها مرشحه وتحت نيران تهديد انطلاق هذا العدد الكبير من الارهابيين المحترفين ذات القدرات ذوي القدرات العاليه، و إن شاهدوا الأمور غير مستقرة في منطقة الشمال السوري ولا تسمح لهم بالبقاء في هذه المناطق حتما سيجدون أنفسهم أمام انتقال إلى أماكن أخرى لمحاولة إنتاج الإرهاب ومحاولة إنتاج مزيد من التهديد لدول الجوار من دون شك. هذا أحد السيناريوهات المقلقة للغاية والتي تنظر بجدية شديدة كافة هذه الدول إلى تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ونقاط الإنذار المبكر وغيرها التي من الممكن التعامل مع ظاهرة خطيرة من هذا النوع. الخطوة مفاجأة الحقيقة من الجانب الأمريكي، والسيناريو يعني أو المشهد به العديد من السيناريوهات الأخرى التي جميعها يعني سيناريوهات معقدة وتنتج أخطار، ومسألة تهديد الشمال السوري بالسماح لتركيا بالدخول إلى الأراضي السورية، هذا الأمر هو في مجمله جميع سيناريوهاته هي سيناريوهات الأسوأ فالأسوأ منه. لا يوجد سيناريو جيد أو سيناريو من الممكن التعامل معه بشيء من الإيجابية، ولذلك كافة المراقبين ولسنا وحدنا الذين ننظر بتوجس إلى الفترة القادمة بالنظر إلى تصرفات الجانب التركي وطموحاته في هذه المنطقة واستهانته بكل الأعراف والمواثيق الدولية التي يعني الحقيقة تحجم من تحركاته، وهو بيقفز على هذه الضوابط دائما وبيدخل إلى مناطق تزيد المشهد ارتباكا وتعقيدا. نعم، يمكن وأنا يعني بتابع هذا الموضوع النهاردة وهو يعني تطور خطير في المشهد السوري، تذكرت الجلسة اللي تشرفت بإدارتها في مؤتمر الشباب الأخير، وحضرتك عددت هذه الجلسة أنت وفريقك في المركز، وكنا بنتكلم عن خطر الدواعش إذا ما انتقلوا من أماكن تجمعهم الحالية إلى دول أخرى من بينها أوروبا. في تقرير الآن أمامي بيقول أنه في مخيم من المخيمات في شمال سوريا اسمه مخيم الهول يضم 50,000 نسمة أغلبهم من النساء المؤيدات لداعش، وما بين 10,000 إلى من 6,000 إلى 10,000 مقاتل من التنظيم، منهم 2,000 من الأجانب. النهاردة ترامب بيقول أنه فرنسا أعتقد دولة أخرى يعني في أوروبا لا أذكرها ترفض دخول أو ترفض عودة هؤلاء الدواعش إلى بلدانهم الأصلية، يعني فما ماذا سيكون المشهد؟ يعني الاتهامات المبطنة يعني بتلقى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين دول الاتحاد الأوروبي، لأن هذا التقرير هو تقرير صحيح الذي ذكرته حضرتك، وفعليا هذه الدول ترفض استقبال هؤلاء، والجانب الأمريكي يعني عزى انسحابه إلى أنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية، وتحدث إلى الأوروبيين بأنه لن يتحمل مسؤولية حراسة هؤلاء الدواعش حسب تعبيره لصالح حرمانهم من الوصول إلى الدول الأوروبية و يعني إحداث خلل في معادلاتها الأمنية. الاتحاد الأوروبي ودوله الحقيقة في موقف مرتبك للغاية، مسألة الامتناع عن الاستقبال هو يزيد الأمر تعقيدا ولا يحل المشكلة، هو علاج مؤقت، لكن بالنظر إلى الأرقام اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي حقيقة ده رقم ضخم ورقم كبير لمعسكر واحد من المعسكرات، ودي أرقام احنا ذكرنا
بعضها فعلا في الجلسه التي ساعدنا وتشرفنا باداره حضرتك ليها، والحقيقه يعني تناولنا كافه الزوايا الخاصه بمساله الاسر والنساء الداعشيات الموجودين واللي لازالوا مؤمنين بافكار التنظيم وبتكتيكاته والياته، وايضا المقاتلين اللي من الممكن ان هم يعيدوا انتاج انفسهم ويعيدوا انتاج الخلايا العنقوديه المتعدده اللي تنتقل ليست لبلد واحده ولكن لمجموعه من البلدان. لكن في كل الاحوال هي ايضا اوروبا في مرمى الخطر. عدم الاستقبال هو حل تسكيني ولكنه ليس حلا نهائيا، لان هؤلاء من الممكن ان يعودوا بطرق غير شرعيه ويتسللوا ويخترقوا، وهذا الامر قد حدث خلال السنوات الماضيه في خلايا وصلت الى يعني عقر دار العواصم الاوروبيه وارتكبت اعمال ارهابيه تبعناها جميعا. لكن تبقى ان المشهد في شمال سوريا مفتوح على احتمالات شديدة الخطورة كما أشرنا، انتهاك السيادة السورية أحد أبرز ملامحه، لكن ربما يعني الأمر سيحتاج إلى شهور، لأن الأكراد لن يفتحوا الأبواب أمام الدواعش بصورة سريعة حتى نكون محيطين بكافة جوانب المشهد. هي ورقة أهم في يد الأكراد، والورقة الثمينة الوحيدة ربما في هذه اللحظات الحاسمة من الخذلان الأمريكي والخروج من هذه المنطقة وتسليمهم قلقمة سائغة للجانب التركي. صحيح. فأعتقد أن هم لن يفرطوا سريعا في الدواعش الذين تحت أيديهم، وربما هذا الأمر يعطي فسحة ولو قصيرة من الوقت كي تتدارك الدول المعنية بأنها تحتاج إلى تكاتف وإلى عمل مشترك. نعم. حتى يمكن محاصرة هذا الخطر. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عكاشة، مدير مركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وأبقى في نفس الموضوع، لكن يعني عايز أشير قبل ما انتقل إلى واشنطن مع الأستاذ توماس جورجيسيان، عايز أشير إلى نقطة هنا، وهي أنه تركيا غير معنية، أردوغان غير معني، مش مهتم بمحاربة الدواعش بقدر اهتمامه بمحاربة الأكراد والانتقام من الجانب الكردي. لذلك يعني خطر الدواعش موجود وقد يتعاظم، وقد يعيد التنظيم يعني إنتاج نفسه من جديد، ولكن ربما تكون بصورة أكبر إذا ما قام أردوغان بمهاجمة قوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري. طيب خلوني أروح لواشنطن. أستاذ توماس مساء الخير. مساء النور. أهلا بحضرتك أستاذ توماس. يعني هل كنت تتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بهكذا خطوة؟ وأعني هنا مسألة إعطاء الضوء الأخضر لأردوغان لكي يقوم بعملية عسكرية في الشمال السوري. يعني أنا أتذكر أنه في نهاية العام الماضي كان بيتكلم في هذا الإطار أنه هينسحب من سوريا وسيعود الجنود الأمريكان اللي موجودين هناك إلى بلدانهم، لكن يومها أو أيامها وزير الدفاع في ذلك الوقت ومستشار الأمن القومي أيضا جون بولتون أثروا على ترامب ولم يتخذ هذا القرار. الحقيقة أن طبعا ما كانش متوقع في هذا التوقيت، ولكن طبعا الأمور فرضت نفسها. بمعنى حتى أكون واضحا، منذ أسابيع أو منذ أيام كان الحديث المتكرر طبعا بالنسبة للتدخل أو التحرك، فنسميها التحرك أو التدخل التركي في شمال سوريا، وبالتالي كان هناك نوع من التركب او التركب العالمي بشكل عام وتركب الدول العربيه ودول المنطقه بشكل خاص على اساس ان هل ستغير او ستعطي الولايات المتحده او سيعطي الرئيس ترامب الضوء الاخضر، او فلنقل يغمض عينيه فيما يتم، او لا يلتفت كثيرا ولا يعترض حتى يكون واضحا على ما يمكن ان يقوم به الرئيس اردوغان او تدخله بقوات في شمال سوريا. فبالتالي الشكل بشكل او اخر هذا التدخل او التوغل او الاحتلال او التحرك التركي، كل هذه الالفاظ تنطبق على ما يمكن ان يقوم به
يقوم به الرئيس أردوغان أو تركيا بشكل خاص في الأيام أو الأسابيع المقبلة. السؤال بالنسبة لأن هذا مرتبط أيضا بما يسميه الرئيس ترامب وعدم التدخل أو الاندماج الكامل فيما يتم، كما أشرت في منذ لحظات عما كان يتم الحديث عنه من إخلاء القوات الأمريكية أو تراجع القوات الأمريكية من المنطقة، وهناك كان بالمئات يعني ليس أكثر بالنسبة هذه المنطقة تحديدا، هناك طبعا هناك مناطق أخرى. ما قيل اليوم طبعا بالنسبة للرئيس المكالمة التي تمت بين الرئيس الأمريكي والرئيس التركي كان نوع من الخطوة المتوقعة ولكن في نفس الوقت الصادمة في نفس الوقت، حتى أنه كان كما قيل أكثر من مرة وكما أشار ضيفك الكريم في حديثه من قبل، هناك كل الاحتمالات واردة ولكن هناك أسئلة بالنسبة في نفس الوقت. فالسؤال الأساسي كيف ومتى سيتم هذا التدخل التركي، وما هو حجم هذا التدخل التركي؟ طيب. وهل تركيا ستستعين بقوات موالية لها من داخل سوريا؟ يقال الآن يا أستاذ توماس أنه قد تستعين بحوالي 15,000 عنصر من عناصر ما يسمى بالجيش السوري الحر، وبالإضافة إلى هذا هل سيتم مواجهة ما بينها وبين القوات الأكراد أو العناصر الكردية أو قوات سوريا الديمقراطية القوات الديمقراطية؟ طيب. أولاً إلى أن يحدث ذلك إذا حدث، يعني عفوا على المقاطعة، ما الذي دعا ترامب لكي يتخذ هكذا خطوة؟ هل اقتراب العملية الانتخابية والراجل بيقول أننا الأمريكان انتخبوني علشان أخرج القوات من المناطق الساخنة، هل هذا الأمر هو صحيح؟ لا، يعني أولا يجب أن أقول هناك بالتأكيد هناك ترتيب كما قيل هنا في الساعات الماضية، هناك توقع أن هناك ترتيبات أخرى تمت ما بين ترامب ورئيس تركي وربما أطراف أخرى من منطقة ربما روسيا وغيرها بما يخص التحركات، لأن هناك تأكيدات بأن يعني ليس هناك تأكيدات بالطبع ولكن لا أحد يتحدث في هذه التوقيت عن التصادم الذي ممكن أن يؤدي إلى حرب اشتعال حرب وكذا مثل هذه الأشياء. وبالتالي هناك وبالتالي ويجب أن أذكر هنا أن ما قيل عن التحرك أو التدخل التركي في هذه المنطقة تحديدا قد يجلب معه أيضا تسكين اللاجئين الذين يتواجدون في الوقت الحالي في تركيا، وبالتالي هناك حديث أنه جزء من الحل السياسي القادم المقبل بحيث يتم تغيير التوزيع الجغرافي أو الطبيعة الجغرافية أو السكانية لسوريا. ولكن يجب أن نقول هناك طبعا لم يتم كل الأطراف تتحدث، يعني الطرف الأمريكي من قبل تحدث والطرف الروسي طبعا بس اليوم تحدثوا عن أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، ولكن كيف سيتم هذا المفهوم في إطار التدخل التركي في هذا الأمر؟ زال الأمر معلقا. طيب. لا أحد يعرف. نعم. وهناك طبعا الحديث طبعا لا أعرف إذا كنت تحدثوا في هذا الأمر الحديث عن ما تم الحديث عنه من انتشار القوات التركية، هل إلى 35 كيلومتر أم إلى أو أقل من هذا؟ كان الخلاف ما يعرف بالمنطقة الأمنة. منطقة الأمان. هل هناك تحد؟ لم يذكر شيء في هذا الإطار. وبالتالي كل الاحتمالات واردة. كل الاحتمالات واردة. ولكن يبدو إنه يعني المنطقة مقبلة على تطورات دراماتيكية زي ما بيقولوا. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ توماس جورجيسيان الكاتب المخصص في الشؤون الدولية من العاصمة الأمريكية واشنطن، وزي ما قلنا لحضراتكم هناك تطور مهم جدا جدا يحدث الآن في شمال سوريا. ترامب أعطى الضوء الأخضر لأردوغان علشان يدخل بقواته إلى الشمال السوري، هناك مخاطر من عودة الدواعش للانتشار لإعادة إنتاج التنظيم لنفسه والانتقال إلى دول أخرى قد يكون من بينها مصر، ليبيا، أوروبا. يعني أردوغان يلعب لعبة خطرة ويستخدم مصالح انتخابية معينة للرئيس الأمريكي في تحقيق أغراضه وتحقيق أهدافه.
بالتأكيد هنرجع لهذا الموضوع مرة تانية ونشوف موقف الجماعة العربية من هذا التدخل التركي في شمال سوريا. فيلم الجوكر، فيلم الجوكر حقق رقم قياسي من ساعة ما طرح في دور العرض السينمائية في نهاية الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية. في أول أسبوع حصد حوالي 40 مليون دولار عن عمل فني. النهارده عيد ميلاد بوتين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمل النهارده 67 سنه، بسم الله ما شاء الله ربنا يديله الصحه وطول العمر، يعني ما يبانش عليه انه 67 سنه. كالعاده بوتين في اليوم ده بيحتفل بعيد ميلاده بطريقه مختلفه، يعني النهارده شفنا له صور ولقطات فيديو زي ما حضراتكم شايفين، راح سيبيريا وراح البراري بتاعه سيبيريا، كان معاه صديقه الشخصي وزير الدفاع سيرجي شايجو، ويعني عملوا جوله كده بريه اهم هما الاثنين. بوتين ماسك منظار وبيتفرج على الطبيعه، وبيجمعوا هناك يعني زي نباتات وزهور، وراكب عربيه 4x4، ويعني دايما بوتين بيستغل هذه المناسبات علشان يستعرض يعني مواهبه في حاجات كتيرة، وطبعا شفناه في غواصة، شفناه في طيارة مقاتلة. النهاردة الرئيس الروسي بيحتفل بعيد ميلاده 67. بعد الفصل في موضوع مهم جدا هنتكلم فيه، موضوع حال العشوائيات. حال العشوائيات كان ازاي في مصر من 5 سنين وازاي اصبح الان؟ اسئله كثيره هنطرحها على المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لمشروع تطوير العشوائيات. لكن قبل ما نروح للفاصل، احنا في يعني تقليد مهم جدا بداناه من كم يوم، مجموعه من الشهادات لابطال حرب اكتوبر العظيمه، لناس شاركوا في هذا الحرب وحققوا بطولات. النهارده هنقدم شهادتين، الشهاده الاولى للواء محمد عبد القادر قائد سريه مدفعيه حرب 73، نسمع الشهاده ونروح لفاصل بعده نستقبل المهندس خالد صديق. يوم 6 الحقيقة هو كان يوم يعني ذاخر بالأحداث، ولأن ده كان بداية أول يوم في العمليات. أنا كنت قائد سرية مدفعية في هذا التوقيت، سرية مدفعية ميدان، وكان مكان تواجدنا في شمال الإسماعيلية على الضفة الغربية للقناة في معسكر مهجور كده، تمهيدا لعملية العبور اللي احنا كنا خدنا بيها أمر إنذاري إن سوف يحدث عبور. في نفس يوم 6 أكتوبر الساعة 12 ظهرا بلغنا بأن العبور الساعة 2:05 أو بدء الهجوم الساعة 2:05. أول ما تبلغنا ده يرجعني بقى يومين لورا لاجتماعنا مع قائد الفرقة اللي كان دعا إليه لحتى مستوى قائد السرية، وأبلغنا أن احنا بصدد عملية عسكرية وليست تدريب كما كان قيل لنا من قبل. الساعة 2:05 بدأت المدفعية تضرب التمهيد النيراني القوي بـ2000 مدفع على وجهة القناة بالكامل، مما خلى الجنود بالكامل ولم يكن لديهم توجيه بهذا في نفس واحد يهتفوا الله أكبر، ودي رفعت معنويات جميع الناس أو الجنود المقدمة على العبور. أنا الحقيقة بفضل الله نلت شرف قتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب بإيدي الشمال كوني أشول، فوجئت بيه بيسحب السمك بتاعه من حذائه وينوي أنه هو ضربي بيه، الأمر اللي خلاني بسرعة سحبت السمك بتاعي من الجانبي الأيسر وضربته في صدره وأردته قتيل. هنا فتشته لقيت ان هو معاه في جيبه حاجتين، علبة سجاير مكتوب عليها رويال، اسمها رويال مكتوبة بالعبري ومكتوبة بالعربي، ودفتر شيكات كنا مؤمنين من اول لحظة في العبور باننا منتصرين بأمر الله اولا،
ثم لأسباب. السبب الأولاني أننا أصحاب قضية عادلة. السبب الثاني أن احنا وأكثر ناس نعلم كم دربنا جنودنا تدريب عنيف وقاسي جدا استعدادا لهذه اللحظة. من جديد في رأي عام، ونتساءل كيف كان حال العشوائيات في مصر من 5 سنوات وكيف أصبح الآن. إزاي تمكنت الدولة من تحويل معالجة هذا الملف بوعود ظلت حبيسة الأدراج تحولت إلى واقع ملموس يتحدث عن نفسه؟ ماذا عن الجودة؟ ماذا عن التوقيت؟ كيف تمكنت الدولة في هذه السنوات القليلة من إحداث نهضة حقيقية في هذا الملف؟ سؤال أيضا مطروح، هل تصبح مصر قريبا خالية من العشوائيات؟ أسئلة كثيرة هنطرحها على ضيفي المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لمشروع تطوير العشوائيات. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بيك. أنا طيب خلينا نبدأ من السؤال اللي أنا طرحته دلوقتي في المقدمة، متى سيتم إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية؟ سؤال يعني محتاج أمط فيه شوية في الكلام، لأن احنا هنقول احنا كنا معادين الناس ان بنهايه 2019 ان شاء الله هيكون منتهيين من المناطق الغير امنه على مستوى الدوله كلها. الكلام ده كنا بنتكلم على 351 منطقه 200,000 وحده. ال 351 منطقه ال 200,000 وحده منتهيين ان شاء الله في نهايه 2019. طيب ليه بقول الكلمه دي؟ لان عندنا في مشروعات دخل جديد بقينا 357 منطقه ب 221,700 وحده. ال 21700 او نقول 22000 وحده دول هينتهوا معانا في منتصف 2020، لان دي مشروعات داخل جديده في الخريطه القوميه، وان شاء الله برضو بننتهي منها في منتصف 2020. يبقى برضو زي ما وفينا بعدين مع الناس هنوفي برضو بالوعد الثاني اللي هو حتى اللي دخل جديد معانا في الخريطه القوميه منتهي معانا في منتصف 2020. في منتصف 2020 اهم المحافظات او اكثر محافظات دلوقتي فيها مناطق يعني غير امنه او ما يطلق عليها العشوائيات. الأم القاهرة اللي هي زي ما بنقول كده، القاهرة هي هي المحافظة الجاذبة للهجرة الداخلية، وطبعا زي ما احنا عارفين أسباب الهجرة الداخلية الأسباب العشوائيات هي الهجرة الداخلية، فالقاهرة دي محافظة جاذبة. في محافظات طاردة زي سوهاج، المنيا، أسيوط، الفيوم، دي محافظات طاردة، ولكن مع ذلك برضو فيها مناطق غير آمنة. ولكن هنا اتشكلت الجزء الأكبر من العشوائيات في القاهرة، عندنا 60 منطقة ب 64,000 وحدة، دول بكام على غير آمن. يمكن احنا مشروعات، يمكن الناس كلها حاسة بالمشروعات القوية في القاهرة، لكن احنا عندنا في 27 محافظة شغالين فيهم او 26، ان كان ما فيش شغل في شمال سيناء، بس مش عشان الموضوع الأمني، لا بالعكس احنا رحنا زرناها ورحنا شفنا الموقف فيها ايه. هي آمنة عمرانيا، ولكن طبعا عدم الأمن اللي فيها دي ملوش علاقة بالأمان العمراني، لكن بقية المحافظات كلها كان فيها شغل، والحمد لله احنا وصلنا مرحلة كبيرة جدا فيها. جميل جدا. في اللي هي المناطق بيسموها غير الامنه والمناطق غير المخططه. تمام. الفرق بقى عشان في سؤال. الغير امنه اللي هي فيها 4 درجات من عدم الامان، يعني هو الديفينيشن بتاعها كده ان هو اولى ثانيه ثالثه رابعه. الاولى اللي هي الداهمه، خطر على الحياه، زي الناس كلها عارفه موضوع صخره الدويقه، سقوط صخره الدويقه اللي هي داهمه خطر على الحياه، زي سقوط صخور، انهيارات جبليه، مجرى سيول، في خط سكه حديد، اللي هي خطر يعني ناس تعرض فيه للموت المفاجئ على طول. الدرجه الثانيه اللي هي السكن غير ملائم، ناس ساكنه في عشش، ساكنه في كواخ، ساكنه في مباني صاج طوب قديم، مباني مهدمه، زي مثال تلي العقارب، مثلث مزبيرو، دي درجه ثانيه سكن غير ملائم. الدرجة الثالثة اللي هي خطر على الصحة، الناس ساكنة تحت ضغط عالي، ساكنة في منطقة ملوثة صناعيا أو ملوثة بالصرف الصحي بالمية ملوثة، دي درجة الثالثة. الدرجة الرابعة اللي هي سكن اللي هو حيازة غير أمنة، واحد باني على أرض دولة حتى لو باني قصر، ولكن أنت باني في عدم أمان، دي مش أرضك، فدي برضو يعتبر من درجات عدم الامان، ودي اقلهم ما بنصرفش عليها حاجه، بالعكس يمكن بتجيب دخل، ان بيحصل تعويضات على الناس انها بتدفع رسوم مقابل حيازه الارض. دي 4 درجات عدم الامان. الغير مخطط
دي طبعا لو اتكلمنا على الغير امنه، احنا عندنا دلوقتي 357 منطقه، 221 الف وحده. تكلفه القضيه دي لوحدها الغير امن ده 31 مليار جنيه. السؤال الجاي، صرفنا كام؟ صرفنا 22 مليار جنيه لغايه النهارده. من 31 طيب. من 31 مليار جنيه. ده في الخمس سنوات اللي حضرتك بتتكلم عليهم. يعني كان دلوقتي من 2014 لغايه النهارده. طيب من قبل 2014 كنا عندنا 652 مليون جنيه بس اللي صرفوا من انشاء الصندوق حتى 2014. فالمعادله هنا بالمقارنه، الصندوق من سنه كام؟ 2008. الصندوق انشئ مع سقوط صخر الدويقه، اللي هو انت عارف حكومات كنا ساعتها رد الفعل الكارثه ثم الفعل لحل هذه الكارثه. كنت شاهد عليها، رحنا غطينا ساعتها. كان 117 قتيل فيها يعني الله يرحمه. كارثه. الغير مخطط بقى اللي هو القضيه اللي لما الناس تقول لك طب انت هتخلص في 2019 و2020 هتكمل، طب بعد كده هتعملوا ايه؟ هنقفل الصندوق ونلغي الصندوق؟ لا، عندنا قضيه اكبر بكتير اللي هي الغير مخطط، اللي هي اماكن تفتقر الى شبكات الميه والصرف الصحي وكهرباء وطرق، اضاءه، ارصفه، اللي هي مقومات الحياه الراقيه او حياه دي هتكون مهمه الصندوق بعد الانتهاء من مهمته الاساسيه. مهمه الصندوق دي حاطين لها خطه عندنا في 10 سنوات. 10 سنوات مقسمين المحافظات على 10 سنوات. يمكن احنا لو اتكلمنا على القضيه فيها حوالي، لو اتكلمنا عندنا حوالي 221 مدينه على مستوى الدوله، بتكلم على المدن والحضر، مساحتهم حوالي 417 الف فدان، منهم من 152 الف ل 160 الف فدان غير مخطط، يعني من 37 ل 40% من مسطحات المدن والحضر في مصر غير مخطط، يفتقر الى الشبكات. طب احنا محتاجين كام؟ حوالي من 312 ل 350 مليار جنيه. رقم طبعا مش ممكن حد يقول طب ما تخلصوها في سنتين. لا، الرقم كبير ان احنا نقدر، لازم حاطين له خطه في 10 سنوات، والخطه دي موجوده عندنا مرتبينها على 10 سنوات. دي باختصار الغير مخطط، طبعا غير القضيه الثالثه الاسواق العشوائيه. طيب هنيجي لهذه القضايا كلها، بس عايز افكر الساده المشاهدين انه على صفحتنا على البرنامج على فيسبوك، صفحه البرنامج، وجه سؤالك للمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات. احنا بالفعل جات لنا اسئله كثيره جدا، هنحاول ان احنا نستعرض بعضها مع المهندس خالد صديق. ويمكن خليني حتى ممكن أبدأ بكم سؤال كده. أهالي منشية ناصر محصورين لنا سنة وما فيش أخبار إمتى هيسلمونا في الأسمرات الثلاثة. طيب منشية ناصر إحنا ممكن نسلمك اللي هما المحصورين. طيب نسلمك من غير فرش. هي المشكلة كلها إنها عندنا موضوع الفرش. الفرش طبعا بذل مجهود فيه جدا وزاره التضامن الاجتماعي ومحافظه القاهره. محافظه القاهره بصراحه يعني عايز يعني اثمن جهودهم فيما يفعلونه في المشروعات اللي بتتم وتسكين الاهالي. احنا سكننا الاهالي هنا، الفرش بيخلص بنسكن الاهالي على طول. فاحنا فعلا لازم اعترف برضو للناس ونعتذر ليهم، احنا متاخرين في تسكينهم فعلا، ولكن المشروع منتهي وخلصان. 7400 وحده متكلف حوالي مليار 750 مليون جنيه. المشروع ده لوحده بيضم بالثلاث مراحل بتاعته 18000، يصل ل 18500 وحده بالثلاث مراحل بتاعته. فاحنا فعلا ان شاء الله خلال الفتره الجايه بمجرد انتهاء الفرش هيتم تسكين الناس اللي مستحقين، عشان بس بحب اكد على كلمه مستحقين، عشان بعض الناس بتدعي الاستحقاق وهم مش مستحقين. المستحقين مدرجين عندنا في الحصر، ان شاء الله الفتره الجايه هيكون الفرش بكثافه جدا هيخلص فيه الاسمرات المرحله الثالثه. بمناسبه المستحقين، انا يعني عمال اقرا دلوقتي بعض التعليقات اللي جات لنا، وتوقفت امام تعليق من الاستاذ محمد العمري بيقول ايه؟ بيقول كيف يتم حل مشكله لما يتم تطوير منطقه عشوائيه يجيء عليها الدور وتلاقي صاحب البيت بسرعه 100 جيجا يعمل عقود الشقه تبقى غرف ويسكن خمسه او سته في كل شقه ورقيا، وبقدرة قادر تلاقي البيت اللي ست أسر أصبحوا 36 أسرة زي منشية ناصر والدويقة والهجانة ودار السلام. كل ده بيضعف صندوق تحيا مصر واللي بيستفيد أصحاب البيوت. ثانيا، اللي بياخد شقة بيأجرها أو بيبيعها لآخرين ثم يرجع تاني منطقته العشوائية. الموضوع عاوز إدارة وقرارات، مثل من يخرج على النظام والقانون تسحب وحدته اللي استلمها بالقانون. ربنا معاكم لمصر والمصريين. طيب هصحح بس، بيضعف صندوق تطوير العشوائيات. تطوير العشوائيات مش تحيا مصر. صح بالظبط. طيب احنا فعلا دي قضيه يمكن اصعب قضيه بتقابلنا اللي ناقشها الاستاذ محمد، دي اصعب قضيه اللي هي ازاي نحدد من يستحق. فعلا كان في قضيه بتناقش في فتره ان راجل جه عمل 12 عقد لشقه واحده في بيت.
12 عقد، واحنا مطالبين 12 عقد نعمل لهم 12 شقة او 12 تعويض. لا احنا مش يعني مش للدرجه دي بنبيع ونشتري في العتبه الخضراء. في وثائق مصحصحين يعني مصحصحين شويه، احنا يعني جايبينها من تراب من تحت شويه. في وثائق بتثبت انت تستحق او لا تستحق، عشان بس الواحد يقول لك ايه انا معايا عقد من وساكن هنا. لا صديقي العزيز، انت اين شهاده ميلادك؟ شهاده ميلاد اولادك، زواجك، بطاقتك صادره منين؟ بطاقتك مش الجديده اللي انت رحت ضربتها جديد، مش الجديده اللي ضربت جديد، البطاقه القديمه اللي هي عملت محل الاقامه يعني. محل الاقامه غير محل الاقامه على نفس العنوان الجديد. اين مدارس اولادك؟ قرائن كتير جدا بتتعرض قدام لجنه التظلمات اللي بتقول ده يستحق او لا يستحق. ففعلا احنا بنواجه مشكله كبيره جدا، وخليني اعترف مفيش حاجه اسمها 100% احنا صح، ومفيش حاجه اسمها 100% الناس بتحصل حقها. اكيد بيتظلم بحد من هنا، واكيد في حد احنا بنخطئ ونديله ما لا يستحق. طب اللي بيتظلم بيعمل ايه؟ في لجنه تظلمات اللي مشكله من الساده مستشارين مجلس الدوله والمحافظه والصندوق والحي، بتدرس الحاله حاله، ولغايه في الاخر بس عندما نشعر ان في شك من الاستحقاق بنميل الى استحقاقه، بنميل يعني خلينا ما نظلمش حد، لكن في الاخر برضو بنقول احنا بشر ممكن يكون في شيء من الخطا بيحصل معنا. طيب في سؤال من الاستاذ سمير حلمي بيقول، جالنا على الصفحه برضو، هل حي بولاء ابو العلا سيدخل حيز التطوير زي مثلث ماسبيرو؟ هو واضح انه مسافر بره. شكله كده شكله مسافر بره. مثلث ماسبيرو الناس كلها خرجت دلوقتي بنسبه 100% ما عدا اربع امارات. حي ولا ابو العلا زي مثلث ماسبيرو يعني؟ لا، هنا المنطقه دي، هنا الاحياء دي بتبقى في الغير مخطط وليس الغير امن، فدي داخله في الغير مخطط. تمام. الاستاذ جمال المليجي بيقول اسال الله ان يعينكم على اسعاد كل الشعب المصري الفئه الفقيره. شكرا يا استاذ جمال. أحمد حامد، لا أريد سؤاله إنما أريد شكره وكل القائمين على تحقيق أمال أهلنا المصريين. تحيا مصر بلدي أم الدنيا دائما وأبدا. محمد عطية، إحنا جاوبنا على هذا السؤال، متى تصبح مصر خالية من العشوائيات؟ السؤال اللي بعده، ماذا عن آخر تطورات مشروع الأسمرات 3؟ ياسر سامح، خلصنا المشروع وبنسكن في الناس. سكننا جزء، تجاوزنا 700 شقه سكنت من اهالينا في سور مجرى العيون، وان شاء الله المرحله الجايه هيكون اهالينا في مشيط نصر بيسكنوا فيها ان شاء الله. عزب خير الله بدار السلام، هل تجعل خير الله دي دخلنا في خطه التسكين بتاعه المحروسه؟ وفي اصل في خير الله شقين، شق اللي هو غير امن هيخش في تسكين، وشق الغير مخطط هيخش في عمليات الغير مخطط اللي هي شبكات المياه وصرف الصحه وكهرباء وطرق. جميل. طيب فلسفه الصندوق في تفاوض مع يعني ساكني او اهالي المناطق غير الامنه اللي احنا بنسميها العشوائيه، نختصرها في كلمه واحده، ما يريح الناس وما يسعدهم، هي اختصارها كده. يمكن نجحنا في القضيه دي ان يمكن 40 سنه مثلث ماسبيرو وعشرات السنين المناطق الاخرى. ايه اللي نجحنا هنا؟ ان احنا قعدنا مع الناس، ايه اللي هيسعدهم وايه اللي هيوفر لهم حقيقه كريمه في التفاوض، لان احنا حاطين استراتيجيات مختلفه، منها التعويض المادي، منها سكن بديل، منها النقل في مكان اخر، منها حل المشكله ان احنا نزيل الخطر اللي قائم عليه. فدي مشاكل كلها استراتيجيات. فجينا كمثال مثلث ماسبيرو، مثلث ماسبيرو احنا قعدنا مع الناس، انتوا عايزين ايه؟ فطلع ان قعدنا مع ناس كتير، فعملنا استقصاء لقينا ان في خمس رغبات. قعدنا نسال لان كلهم بيختصروا في واحد، يقول لك انا عايز تعويض مادي بس مناسب. تعويض مادي بس مناسب، لان كان الاول ايه؟ يديله تعويض مادي. طب اديله 2000 جنيه ولا اديله واسمه تعويض مادي؟ لا، احنا قلنا تعويض مادي، وادينا له بالمناسبه 60,000 جنيه على الغرفه المستاجر وليس المالك، المستاجر 60,000 جنيه على الغرفه زائد 40,000 جنيه دعم اجتماعي. اذا لو حد عنده غرفه واحده اذا فهو بقى في ايده 100,000 جنيه. طيب لو عنده غرفتين وصاله معناها ثلاث غرف، الصاله بقت غرفه، معناها ان هو له 220,000 جنيه، 180,000 جنيه بلس يبقى 220,000 جنيه. طيب واحد ثاني قال لك انا اديني شقه في الاسمرات، خد شقه في الاسمرات مفروشه، الشقه دي اتحسبت مثلا انها ب 200,000 جنيه وهو له تعويض 220,000 جنيه او 260,000 او 280,000 جنيه، يبقى هياخد لو له 220,000 جنيه زياده كمان ياخدوا شقه تمليك و20,000 جنيه، لو له 280 هياخد ال 80,000 جنيه الفائض في ايده. طيب افرض اقل من كده،
له 100,000 جنيه طبعا مفيش حد اقل من 100,000 جنيه. اذا ابو 100,000 جنيه ده هيبقى عليه 100,000 جنيه بتقسط على 20 30 سنه بتقسيط مريح جدا جدا جدا. اذا فاحنا دي رغباتهم. طب الحاجه بقى اللي هي اللي الناس كلها اللي هي بتاعت عوده الناس طلبت العوده للمنطقه. طب العوده للمنطقه برضو الناس يعني نوعت رغباتها في العوده للمنطقه يعني نوعتها. واحد قال لك انا عايز ارجع انا مستعد ادفع كاش على طول او التقسيط بتاعي يكون حنين يعني قصير اخد الشقه على طول كاش. اوكي بقت رغبه. طب واحد يقول لك لا انا عايز تمليك بس على طويل المدى 30 سنه برضه اتحط الرغبه دي. في فروق طبعا في التقسيط في الحاجات دي كلها وفروز فروق في الميزه او عدم الميزه. واحد قال لك انا مش قادر الكلام ده انا عايز ايجار مش هقدر ادفع كده ولا كده انا عايز بالايجار. اتحدد له برضه الايجار. الايجار بقى ب 625 جنيه او 1000 جنيه اقصى حاجه على ايجار شقه في مثلث ماسبيرو. الشقه دي قيمتها السوقيه كلنا نعلم انها بالملايين. اتحققت الرغبات دي كان في 915 اسره طالبين العوده للمنطقه او 820 اسره وحصل بتظلمات او تعديل الرغبات. لما خلاص خلصنا تعديل الرغبات بقت الناس كلها خلاص والمشروع دلوقتي بيتنفذ. يمكن الشقه هتكلفنا الشقه هتكلفنا ملايين وهي محسوبه على المواطن 365,000 او 405,000 تكلف كام يعني ملايين؟ الشقه ما تقلش عن مليون ونص ل 2 مليون جنيه الواحده لان انت احنا بنعمل هنا بتبني وبياخدها المستحق بكام تقريبا؟ ما تكملش 405,000 جنيه ده اقصى حاجه. وهو طبعا لما تقص عليه يبقى فيه فايده طبعا اي شيء بفايدته. انما عندنا احنا ليه القيمه عاليه هنا في تنفيذها؟ هنا هنبني 25 دور اربع مداخل للبرج الواحد 10 اسانسيرات. الارض لوحدها عاملين بايلز الخوازيق 30 متر في الارض لان احنا ساكنين على النيل والارض هناك محتاجه بايلز والابراج دي كلها محتاجه بايلز. دي بتكلف جامد جدا. فالمنشا نفسه كلفنا جامد. هل استخسرنا في الناس؟ لا خالص. وكان الاول بنهاجم في كل شيء يعني الموضوع مثلا الناس للرغبات دي كلها فكان اللي اختاروا رغبه اسمها رغبه البقاء في المنطقه. رغبه البقاء في المنطقه طلعت نكت بقى ساعتها انت عارف المصريين لما يحبوا يطلعوا في مع بينهم رغبه البقاء لله. ان بيقولوا على الناس اللي طلبوا رغبه البقاء دي لا ده انتوا البقاء لله مش احنا خلاص خدنا فلوسنا او اللي خد شقه او خلاص خلص انتوا بقى ربنا معاكم. دلوقتي الحمد لله الناس كلها تأكدت ان اللي بيتبني ده المشروع اللي بيتبني هو عوده اهالينا اللي طالبين رغبه البقاء او العوده. بيتعمل دلوقتي المشروع وان شاء الله يعني بنصارع الزمن من اجل ان يكون المشروع ده في فتره اقل من اللي وعدناه. كنا وعدناه بثلاث سنين بنحاول نضغط نفسنا اكتر عشان نقدر الناس. وعلى فكره فتره بقاء الناس خارج المشروع واخدين ما قيمته الايجار فتره تنفيذ المشروع. يعني لو خرجوا لمده 3 سنين اخدين فلوس واخدين 3 سنين اصلا دلوقتي. لو تجاوزنا 3 سنين هنعوض برضو بقيمه ايجاريه اضافيه لو المشروع امتد ان شاء الله مش امتد. وقيمه ايجاريه بتتناسب مع المكان. واخدين 40,000 جنيه على 3 سنين. كنا حاسبين 1200 جنيه ان هو في نفس المنطقه باستقصاء المكان عرفنا ان الايجار عرفتوا مثلا الايجار بقد ايه؟ في الايجار في المنطقه دي كلها كده بحوالي 1200 جنيه فحسبناه على الثلاث سنوات. فحتى كمان كان ال 40,000 اكتر من ثلاث سنوات قلنا لا خليها بلوك على بعض كده 40,000 جنيه. فحتى احنا ننصح الناس انت لو حطيتهم في البنك وشهادات هتجيب لك حوالي قيمه 660,000 جنيه ساعتها 660 جنيه في الشهر تقريبا. انت لو زودت عليه شويه يبقى انت اسمها ايه القيمه الماليه بتاعتك محفوظه في البنك ويطلع لك منها لو زودت عليها سنه تاخد ايجار بحيث تقعد الفتره دي كلها. يبقى انت برضو هنشوف احنا برضو بنفكر ازاي يعني واخدت حاجه يعني جديده بحيث ان هو ممكن لما يرجع بقى وهياخدها مفروشه عشان ما يقولش ده الفلوس هفرش بيها. لا ان شاء الله ياخدها مفروشه برضه مفروشه كمان ان شاء الله. طيب خلينا نشوف انفوجرافيك كده عن جهود الدوله بالارقام في تطوير العشوائيات.
ده كان ملخص يعني لجهود الدولة في تطوير المناطق اللي كان بيسموها العشوائية. لو ترجمنا ده كله لأرقام لفلوس قد ايه اتصرف؟ غير ايمن طبعا احنا عندنا الخطة بتاعتنا محطوطة على 31 مليار جنيه. الموضوع فلكسبل معانا قوي، احنا يعني ممكن نغير. كان الاول شوف اول ما اتكلمنا خالص سنه لما الرئيس ادانا التكليف كانوا اعلنوا ساعتها 14 مليار. درسنا شويه 17. طب في بعض المناطق مشروعات اضافت باستراتيجيه ثانيه عشان كان الاول حاطين حلول ان احنا هنعمل رفع كفاءه المنطقه هنعمل كذا، لا قلنا حلول جذريه. وصلنا عدى لغايه ما وصلنا ل 31 مليار جنيه. يعني الموضوع مرن جدا، احنا بنتحرك بمرونه الاحتياجات، مش هو رقم وانتوا عيشوا عليه. دي طبعا ده دعم القياده السياسيه للقضيه، ما فيش حاجه اسمها لا ده كانت محتاجه بس احنا مش قادرين على كده. المجهود كلها موجهه لهذا الموضوع، سواء احتاجت اكتر كمان احنا واخدين الموضوع ده لا حلوا مشكله الناس. بمعنى اصح جات لنا كلمه كده اسعدوا الناس، فاحنا ما عندناش حدود للموضوع في ان الناس لا هو ده اللي هترضوا بيه، لا الموضوع شغالين فيه. يعني المواطن لازم يكون راضي. لازم يكون راضي، ما هو ده اللي موصلنا للنقطه دي، ان المواطن لازم يكون راضي. فعشان كده بنشوف هو عايز ايه بس في حدود المعقول. واللي كان ان مثلا في ناس كانت طلبت تعويضات مثلا في مثلث ماسبيرو، انا عايز 2 مليون جنيه في الشقه وهي مستاجره. ما اقدرش احقق الامنيه دي، ما اقدرش احقق يعني مش مفهوم مش علاء الدين وهنديها 2 مليون جنيه. الفانوس في فالموضوع في حدود المعقول جدا. فاحنا فعلا وبندرس كل شيء، مش موضوع مش مطلق حريه ان احنا اللي يطلب حاجه نقول له او لا على طول. بدراسه وبلجان كلها، يعني في لجنه تنسيقيه بتقول كل حاجه بتعرض عليها وبناخد فيها قرارات كلنا، ما في مش قرار فردي الموضوع. طيب في الاستاذ حسن غنيم بيقول كان ضمن تطوير عشوائيات تل العقارب منزل لنا تم هدمه ولا نعرف عنه شيئا حتى الان، ولا توجد جهه للسؤال ما هو مصيره او ما استقر عليه الوضع. لا هو طبعا جهه للسؤال جهه الولايه هنا محافظه القاهره، ومصير كل شيء معروف. بس هو يعني عايز اقول لحضرتك ان تل العقارب اللي بقت روضه سيدة دلوقتي هي ارض 7.5 فدان دول ملك الدوله. ممكن في شريحه على شارع السد هي اللي يمكن يكون بيتهم من بيت الشارع على شارع السد، كان في بيوت ممكن تكون حتى الان لم يثبت او حد يجيب اوراق ثبوتيه بملكيه الارض. فاللي هيجيب اوراق ثبوتيه بملكيه الارض، التعويضات موجوده في محافظه القاهره. احنا في صندوق محول فلوس التعويضات في محافظه القاهره موجوده هناك. بمجرد اثباتك لملكيه الارض باوراق الثبوتيه كلها، اهلا وسهلا بيك، هتلاقي فلوس موجوده والجهه هي محافظه القاهره. ايه هي موارد الصندوق يا باشمهندس؟ احنا مواردنا يعني بتبقى كانت الاول ميزانيه عامه الدوله، وبعدين كان في قرار قوي جدا من السيد الرئيس ان يبقى من فائض هيئه المجتمعات العمرانيه. يعني السنه اللي فاتت كان ميزانيتنا من هيئه المجتمعات العمرانيه 15 مليار جنيه، السنه دي جزء من ميزانية عامة للدولة 10 مليار جنيه و 821 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية. فاحنا ميزانيتنا متنوعة يعني حسب المتاحات من ميزانيات الدولة. جميل جدا. في مشروع روضة السيدة طبعا اللي كان اسمه تل العقارب سابقا، الصندوق طرح وحدات تجارية في هذا المشروع. احنا طرحنا، بص كان الأول يعني الموضوع برضو يعني عايزين نكون صراحة مع بعض مع الناس. المشروع الأول كان ما فيهوش محلات تجارية. طب احنا خلقنا موضوع اللي يبقى فيه محلات تجاريه. اللي بنعرضه ده عفوا، اللي بنعرضه ده ايه ده بقى؟ ده روضه السيده واثناء تنفيذ المشروع. اثناء تنفيذ المشروع. يعني ده اثناء تنفيذ المراحل المشروع بتاع روضه السيده. وده حاليا دلوقتي طبعا يعني فشوف الفرق. كان اول مشروع ما فيهوش محلات. قلنا نعمل فيه محلات لخلق فرص عمل للناس الموجودين. وفي نفس الوقت استرداد من قيمه تنفيذ المشروع. ايه المشكله؟ ان احنا لما نلاقي مشروع نسترجع بيه قيمة مالية لتنفيذ مشروعات أخرى، إيه المشكلة؟ مش عيب علينا. حاجة يقول إيه ده ظهرت نيتهم، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن حاجة معدمة خلقنا منها استثمار، والاستثمار ده هيروح لمين؟ للناس. للناس نفسها. إحنا دلوقتي هقول لحضرتك حاجة، روضة السيدة بقى اسمها روضة السيدة واحد. ده معناه إن في إيه؟ روضة السيدة اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. في أربع مناطق وبؤر هناك معمول حسابهم، رغم إن هم مش غير آمن، رغم ان هم مش غير امن، ولكن روضه السيده واحد اظهرت
اللي حواليها بقت عامله ازاي. معنى كده انه يعني وسؤالي كان عن الوحدات التجاريه دي، انه هذه التجربه ممكن انها تعمم على مشروعات تانية. بص دلوقتي ما فيش مشروع احنا بنعمله الا لما بنبحث فيه عن موارد وفي نفس الوقت بيكون في خلق فرص عمل للاهالي. اذا ما عملناش كده يبقى احنا ناس ما بنديرش منظومه اقتصاديه في بلد صح. اذا ما كانش كل شيء نعمله ندرسه بكل جوانبه، يعني ممكن الشق التجاري او الشق الاستثماري يحصل فيه يؤثر على المجتمع نفسه، لا بلاش نعمله. لكن لو غير مؤثر بالايجاب فخلق فرص عمل ايجاد ليه لا. لكن هو الموضوع في الاخر ازاي نقدر نخلق فرص عمل في هذا المكان، ازاي نقدر نحقق استثمار منه. فلو حصل الكلام ده وبقى كويس جدا ذات نفسه، هو الناس دلوقتي بتقول لك ايه، انا لما يجي انا راجل اشتريت محل هنا او اشتريت مكان هعمل مطعم اعمل اي حاجه، هل انا هجيب واحد يكلف نفسه في الشهر اكتر من 500 جنيه مواصلات وهيقول لي طب زودني 500 جنيه ويجي لي يضيع ساعتين من يومه رايح جاي؟ طب ما ممكن واحد ساكن فوق ده هيوفر الساعتين وهيوفر 500 جنيه، يبقى وين وين سيتويشن، احنا كده احنا رابحين احنا الاثنين، يبقى هياخد من ابن المنطقه. فهي دي اللي احنا بندرسه دلوقتي. في الاستاذ مؤمن صابر بيتكلم عن منطقه قايتباي بالجماليه، بيقول هي منطقه عشوائيه بكل المقاييس، هل يمكن النظر منطقه قايتباي بالجماليه؟ هي طبعا منطقه غير مخططه. هي غير مخططه وفيها بعض الحاجات الاثريه، يعني انا منطقه قايتباي دي اثريه. هي في بعض الحاجات الاثريه، لان انا فعلا انا زرت المنطقه دي ودخلت جوه، وهتلاقي جوه في عندك حاجه اسمها حاره المبيضه عشان بس يبقى عارف ان احنا زرناها جوه، وبعض الاماكن هناك فعلا احنا دخلنا وشفنا في بعض المباني اثريه، لكن معظمها هي بيوت ماسكه بعضها. ولكن هنا في نقطه لازم بس اشرحها للناس، ممكن يبقى في بيت، انا بكلمك دلوقتي وقلت لك مثلا ان منطقه مش عارف ايه في عين شمس دي منطقه امنه، وانا بكلمك دلوقتي عن بيت وقع، مش اختصاص الصندوق دي المحافظه ليه، احنا اسمنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه. لكن بحالات فرديه منازل او منزلين في منطقه دي مش اختصاص. ايه اكتر مشكله بتقابلكم وانتم يعني بتحاولوا تطوير المناطق العشوائيه؟ يعني في ناس بيقولوا انه اكتر مشكله ممكن تكون هي التشبث بالمكان. هي دي. بص قضيتين مهمين جدا بيتعلقوا بالانسان. اول حاجه التشبث بالمكان اللي هو ومش مقتنع ان هو يسيب مكانه، فدي نقطه بالحقيقه بيقول لك انا اتولدت هنا وعشت هنا وتربيت، اللي هي المتعه الوهميه بالتشبث بهذا المكان. رغم ان الدول المتقدمه كلها التحرك من مكان لمكان والبحث عن الرزق من دوله او من ولايه لولايه او من دوله لدوله شيء متاح جدا عندهم. احنا عندنا هنا الموضوع متين احنا كده. احنا بص انت لو قاعد في شقتك دلوقتي وبكره استاذ عمرو خلاص انت كسبت فيلا، لا انا حلو كده انا كويس. فدي حاجه عندنا، بس بمجرد ما انتقل شهرين فقط في الحياه الجديده يروح هناك. انا كنت عايش هنا ازاي؟ بتروح روضه السيده مثلا؟ بروح بتشوف الناس عايشه ازاي، بروح وبشوف الحاجه، بس انا بتكلم معاهم بيقولوا ايه. في حاليا في الجديد لا الناس مبسوطه جدا دلوقتي، رغم برضو بص احنا لازم نسمع كلمه يعني ايه الناس زعلانه مننا، في كل لازم يكون زعلان مننا. اللي خد حاجه عايز ما هو افضل ما هو افضل. دي القضيه الثانيه بقى اللي هي قضيه ايه، يعني الاول التشبث بالمكان، ثاني حاجه بقى اللي عايزين اكتر اللي من كده أكتر. وعايزين مثلا انا اخد شقه وانا عندي ثلاث بنات ولا ثلاث ولاد وكل واحد عايز شقه. ما كانوا عايشين معايا دول مش مستحقين، ده الواد متجوز. طب الواد متجوز ده، ما الواد متجوز ده كان برضو عايش معاك في الشقه دي، او هو كان له عنوان تاني بس انا ايه، لا حرام عليك ده انا عايز الواد جنبي في حضني. طب يعني بل الدوله ما تقدرش تتحمل هذا، يعني يكفي الدوله فعلا ان احنا صرفنا دلوقتي 22 مليار جنيه وهنوصل 31 مليار. لكن احنا لو بجد والله يعني عايز اقولها للناس كده، لو الدوله قادره تسكن الناس كلها في فيلل مش هنتاخر او نستخسر او اي حاجه، هنشتغل عليها. طيب كل الامثله اللي احنا تطرقنا لها يا باشمهندس خالد هي في القاهره او في القاهره الكبرى، يمكن ماذا عن المدن الثانيه، المحافظات الثانيه، الصعيد؟ لا احنا شغالين في ال 27 محافظه او 26 محافظه عشان سينا ما فيهاش غير امن. يعني بورسعيد، يمكن بورسعيد اعلنت خلاص اول محافظه امنه. بورسعيد لوحدها في مشروعات، القابوتي وابو عوف وزرزره وحظائر ابو عوف والجناي والهجوج والاصلاح. كل دي مناطق واتعملت خلاص والناس ساكنه هناك وعايشين فيها. عندنا في جنوب سيناء منطقه الرويسات والمشروع برضه انتهى. عندنا في مرسى مطروح شغالين في مشروع اسمه الطابيه هناك. عندنا في سوهاج خلصنا مشروع الصيادين ومن سنه ونص سنتين الناس ساكنين وعايشين.
عندنا في أسوان الصحابي، منطقة الصحابي خلصنا المرحلة الأولانية وشغالين في المرحلة الثانية بتاعتها. عندنا في الوادي الجديد منطقة اللي اسمها اللوميتال. عندنا وعاملين 5 أسواق في الوادي الجديد غير الأسواق والحاجات دي، طبعا دي قضية الأسواق والغير مخطط برضه شغالين في 52 منطقة. عندنا في الجيزة طبعا، عندنا شارع السودان في الجيزة، بحيرة عندنا في شغل فيها، اسكندرية. هل وانتوا بتطوروا هذه المناطق يعني بتستلهموا مثلا تجربة موجودة في دولة تانية أو بلد تاني أو في حاجة في دول مثلا فيها نفس خليني التجربة. أكون مغرورا قليلا. أصبحنا يعني مصدرا للإلهام. أصبحت القضية أو الحل مشكلة العشوائيات في مصر هي مصدرا للإلهام. يمكن يعني في ناس في دول تانية بتبص على التجربة بتاعتنا. البنك الدولي مدي ريكومنديشن لدول كتير، تعالوا شوفوا الدولة المصرية حلت العشوائيات ازاي. كان جاي لنا مير امبارح من كينيا عايزين يجوا يشوفوا، جالنا حاجات كتير جدا من دول تانية عايزين نشوف حل المشكلة. في حد من السعودية كلمني مرة عايزين نشوف حل المشكلة، احنا عملنا ايه؟ لا بالعكس، يمكن لو الناس راحت شافت الدول الاخرى حلت المشكلة ازاي. لا 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 لا، مفيش دولة في العالم حلت المشكلة تطوير العشوائيات زي ما مصر حلتها كده. وانا قاعد اهو بتكلم وانا بتحدى ان حد يجيب ان في دولة حلت بالشياكه اللي احنا فيها دي، حد يشوف ان احنا الكومباوند اللي احنا بنعمله ده. عند حضرتك مثلا الكومباوند بتاع خلينا نسميه كومباوند بتاع لسه عايز اقول لك اسمه كومباوند. كومباوند دخل لما كومباوند فيه، يعني انا مش بقولها كلمه مجازيه، يعني المشروع بتاع الاستاذ محمد صبحي بتاع معن اللي هو يمكن الاستاذ محمد صبحي يعني من اوائل الناس اللي اتكلموا على موضوع تطوير العشوائيات، وكان ملهم لكثير جدا من قضايا حل العشوائيات في 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 مصر. يعني مشروع ما عنده مشروع متكامل من كل حاجه، مشروع متكامل من كل حاجه في المركز الثقافي. المركز الثقافي ده لوحده يعني حاجه، مسارح وسينمات ومكتبه. المركز الثقافي ده لوحده والصندوق ما مدش ايده فيه، ده بالعكس الاستاذ محمد صبحي اللي عامل المركز ده. احنا حاولنا زمايلي وحاولنا نتصل بالاستاذ محمد صبحي لكن يبدو انه في بروفا او حاجه زي كده، ما اعرفش ظروفه ما سمحتش انه يرد على التليفون. لكن احنا طبعا من خلال برنامجنا ويعني تتفق معايا يا باشمهندس خالد ان احنا بنوجه تحيه كبيره جدا للفنان القدير محمد صبحي، مش بس على فنه وعلى ابداعه ولكن على دوره ايضا المجتمعي. طبعا يعني بص حضرتك، يعني الدولة تدخلت في سند مشروع معا من إيجابية وصدق القضية في مؤسسة معا. وفعلا القضية الحمد لله مشروع ماشي بالتعاون، مشروع رائع جدا، وإن شاء الله هيبقى باكورة. يعني رغم أن هو عدد الوحدات اللي فيه 4500 وحدة مش زي 18500 بتوع الأسمرات، لا ده هيبقى مشروع قمة الحضارة، يعني التطوير يعني الحضاري. التطوير الحضاري والشياكه، عايز اقول شياكه، يعني هناك في مدرستين معمولين هناك عاملهم الاستاذ محمد هناك. طب تنصحنا نروح نصور فين؟ يعني انا بشكل شخصي مهتم ان انا اروح واشوف مشروعاتنا كلها جاهزه للتصوير، يعني مشروع معنا طبعا احنا خلصنا كل العمارات كلها خلصانه الحمد لله. تمام. فاضل بس الشبكات شغالين فيها دلوقتي، مرحله الشبكات. لو تصوروا كمشروع جاري يبقى ده مشروع جاري، لو مشروع منتهي عندنا مشروعات المحروسه، مشروعات واللي خارج القاهره ايه بقى؟ اللي خارج القاهره عندنا مشروعات بورسعيد، عندنا مشروعات اسكندريه، عندنا جنوب سيناء بلدي سوهاج في منشأة الصيادين هناك مشروع هناك. على مشروع هناك ده بقى يعني وانا واقف في المشروع بعد ما انتهى كده ببص من بلكونه النيل قدامي، مفيش طريق، ده النيل على طول قدامي. بصيت من ورا زراعات ورايا، يعني ايه يعني مين يتمنى يعمل كده؟ وعندنا مشروع تروح تزوره بقى، مشروع الصيادين في راس البر. مشروع الصوره بتاعته احنا بناخدها من على النيل من مركب في النيل، يعني بناخد وجهه المشروع كده من مركب في النيل. تخيل المشروع ومعمول له اعلى تشطيبات واعلى مستوى تشطيبات، عمارات على النيل مباشره، على النيل مباشره. رغم ان هذا المشروع ممكن لو الارض دي استثمرت بعد مننا شويه فندق من ارقى فنادق العالم، يعني في راس البر، في راس البر هناك بعد خطوات منه. فتخيل هل الدوله هنا قالت لا ده الارض دي خلينا نعمل حاجه، ورموا الناس في حته على الاطراف، ما بنرميش حاجه على الاطراف، مش بناخد الناس من يمين. لما جينا فكرنا في حل المشكله بتاعت سور بجر العيون، طب الناس رزقهم واكل عيشهم راح الروبيكي وكلهم شغالين في الجلود، طب احنا ما عندناش مشروعات قريبه من هنا،
رحنا اشترينا 1000 وحدة في بدر عشان أهالينا بتوع مجرى العيون هناك يسكنوا. طبعا إنجازات عظيمة جدا حصلت في هذا الملف اللي يعني في يوم من الأيام كنت تفكر وتبص على هذه المناطق العشوائية تقول مستحيل أنها تصل إلى هذه الدرجة من التطوير. والمثال الأكبر يمكن حي الأسمرات وروضة السيدة. يعني نتمنى فعلا أنه يأتي اليوم سريعا اللي ما يكونش فيه مناطق تحت مسمى العشوائيات في مصر إن شاء الله. إن شاء الله. ودي يعني أمل والله مننا كلنا. إحنا كلنا نفسنا نبقى قطعة من أوروبا، قطعة من الدول العربية اللي تقدمت. نفسنا نغمض عينينا نلاقي نفسنا فعلا بقينا زي التجمعات الأول والخامس والقاهرة الجديدة والعاصمة. يمكن مصر دلوقتي فعلا كلمة لما برنامج الحكومة اتعمل وسمى نفسه مصر تنهض، فعلا مصر بتنهض إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لمشروع تطوير العشوائيات، شكرا جزيلا. وإن شاء الله الاستضافة اللي جاية يكون تحقق الكثير في هذا الملف إن شاء الله. شكرا جزيلا مشاهدينا، بشكركم على حسن المتابعة. بكده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام. نشوفكم بكرة على خير بإذن الله.